قال سفير الروسي لدى القاهرة سيرجي كريبتشينكو إن الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو حملت رسائل سياسية واقتصادية وأكدت على متانة العلاقات المصرية الروسية. الإعلان غير مفهوم حتى مش من جانبنا، من أهم دول أوروبية أيضا، لأنه دول الأوروبية هتكون متضرر الأول إذا انتهت هذه الاتفاقية. تفضل. نحن يعني هناك دوائر معنية في مصر أكثر من دائرة معنية بالملف الليبي، لأنه ليبيا جار مصري فيها أبعاد مختلفة، يعني بعد الإنساني اقتصادي عسكري إرهابي والله أعلم، يعني كل تقريبا مجالات. لذلك مصر طبعا كما أفهم تهتم جدا بالمجريات الأمور في ليبيا وتبذل جهد. مصر عندها اتصالات مع كل الأطراف الليبية المعنية في طرابلس، في بنغازي، وأكثر من كده في مدن ليبية أخرى. مصر نشطة جدا في إجراء اتصالات مع هذه الجماعات. مصر كروسيا تراهن على جهود الأمم المتحدة وممثل خاص للأمة لأمين عام الأمم المتحدة من أجل تحديد مراحل التسوية في ليبيا كانتخابات رئاسية وبرلمانية. وطبعا مصر وروسيا تعملان كل ما هو ممكن من أجل إنجاح هذه الجهود الأممية.